أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك مشاهديك ومستمعيك، مرحبا بكم جميعا. بارك الله فيكم. فيك بارك. سيدي، بداية ومن قبيل تلاقح البرامج الإعلامية مع بعضها البعض واحترام العلماء لبعضهم البعض، جاءنا سؤال في لمسات بيانية فأحاله أستاذنا الدكتور فاضل السمرائي لفضيلتكم، وفضل الصمت أمام هذا السؤال وقال ما نص هذا السؤال، يحال إلى مولانا الداعي الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. أولا هذا تواضع جم من أستاذنا البليغ والعلامة الملم بعلوم اللغة، والذي يعني الذي هو غواص في بحر هذه اللغة، ونجلس أمامه تلاميذ صغار في علم اللغة. بارك الله فيه. وبرنامجه معك يمثل نقلة نوعية في البرامج الفضائية، في أنه نتذوق معه لغتنا. ما شاء الله، بارك الله فيكم. حقيقة يعني حضراتكم تشاهدون البرنامج، أنا أتابعه لأن الدكتور فضل عندما يتكلم فيقطع قول كل خطيب في اللغة. ربنا يبارك فيكم. كلكم خير وبركة. ما شاء الله، دكتور فاضل يعني علم من أعلام بلاغتنا ولغتنا العربية. وكذلك لا أنسى أخي الكريم الدكتور حسام النعيم أيضا، ربنا يبارك فيهم كلهم. يعني ما شاء الله، يعني هذه جوقة يعني علم اللغة. نعم. إذا أجازوا لي التعبير، لأنهم يعزفون في آذاننا يعني دندنة اللغة العربية. ما شاء الله، بارك الله. هذا ما استشعره يعني، فأن يحيل إلي سؤال فهذا من تواضعه، لأن العلماء المربين والعلماء الربانيين لا يعطوننا علما قدر ما يعطوننا تربية وتهذيب قل وجوده في مجتمعاتنا الآن حتى بين كثير من مدعي العلم. صحيح. فأن يحيل الدكتور فاضل لمثلي إجابة السؤال يعني كلكم هذا خير، هذا كرم عليك. كبير منه يعني كلكم خير وبركة. ما السؤال بقى إن شاء الله؟ أستاذنا الدكتور حسام النعيم الآن له برنامج في الإذاعة من بيان القرآن. ما شاء الله، لا قدر. نعم. نتابعه ونتابعه ما شاء الله. السؤال كان سؤال يتساءل حول اختلاف العدة التي طلقت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء كمرض القرآن الكريم، والتي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. فتوقف أستاذنا الدكتور فضل وقال هذا السؤال نحيله إلى مولانا الشيخ الدكتور عمر، أنه في قضية فقهية نحن نتحدث عن الجانب اللغوي فقط في القرآن الكريم، فاحترمت هذا الشيء فيه. ربنا يبارك فيك. وكل أمر محمود للدكتور فضل يعني. ولكم أيضا. ولكم أيضا. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أحيلك إلى قولة العلم في المسألة. نعم. العلم التشريحي الأكاديمي الذي نعيش نحن عصرة. نعم. ماذا أثبت العلم؟ المرأة مثل كمبيوتر. جيد. لها جهاز. نعم. داخلها يشبه الكمبيوتر تماما. وله شفرة. يعني يسموها أنتم في عالم بتاع الباسورد. نعم. من صحيح. يعني كلمة السر. كلمة المرور. السر. تمام. نعم. إذا تزوجت المرأة صار هذه الشفرة هي التي تتعامل معها. سبحان الله. فلو عددت المرأة كما يصنع الغرب عدة رجال، أيوة، كأن هذا الكمبيوتر وتلك الشفرة دخل عليها فيروس. الله أكبر. فيخرب الشفرة تماما. وذلك لم يبح للمرأة أن تعدد الأزواج. أن هذه القضية مطروحة على الساحة من قبل بعض المتأسلمات. يعني فإذا قضية أن الشفرة لا تتعامل إلا مع شفرة واحدة. نعم. كلمة سر واحدة. تمام؟ جيد. ثبت أن المرأة لما تطلق لا يتخلص الرحم من بقايا ما تركه الرجل، لا في الحيضة الأولى ولا في الحيضة الثانية، ولكن يتخلص منه تماما بعد الطهر من الحيضة الثالثة. سبحان الله، ثبت علميا هذا الكلام؟ هذا كلام علمي من جامعات امريكا واوروبا وكل الجامعات، وهذه في مقرره في كتب العلم. هذه نظريات علميه واقع. نعم. طب ايه الفرق بين المطلقه
والتي مات عنها زوجها والأخرى المتوفى عنها زوجها بحثوا في قضية المطلقة والمتوفى عنها زوجها وجدوا أن المطلقة تكون غاضبة والمتوفى عنها زوجها تكون حزينة. نعم. فالغضب يستحث الأجهزة الداخلية للمرأة أن تلملم حطامها بعد غضبها من طلاق زوجها حتى وإن كانت هي الطالبة. سبحان الله. فيها حزن فيها غضب دافين في الداخل. نعم. فيستحث الأجهزة الداخلية أن تعود المرأة إلى تلقي شفرة أخرى بعد الطهر من الشهر الثالث أو من الحيضة الثالثة. أما المتوفى عنها زوجها حتى وإن كان ظالما أو مجرما معه فهي في حالة حزن. والحزن يقتضي أن تنتظر 130 يوما كاملة حتى تستطيع شفرتها الشفرة هذه التي تخص ما يشبه الحاسب الحاسوب ده هذا سبحان الله أو الجهاز الذي وضعه رب العباد عز وجل أن يتلقى بعد مرور 4 أشهر و10 بالدقة باليوم. هذا ما أثبته العلم. سبحان الله. إذن هي تظهر عليها عدم علامات عدم الارتباط بزوجها السابق الذي طلقها بعد 3 حيضات تماما. والمتوفى عنها زوجها بعد 4 أشهر و10 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله. ولهذا قال القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يعني الحيض. الطهر من الحيض. أول الشهر. يعني أما شهر أو طهر أو 62 يوم على خلاف عند أهل العلم وأهل الفقه. وفضلاتهم تمنون لأنها حيضة. بالضبط. يعني حتى استبراء الرحم تمام. تمام. ولا يستبرأ تماما ويستعد لزوج آخر إلا بعد مرور هذه المدة. سبحان الله. الله أكبر. لو تزوجت مثلا لم تنجب. ما لا سبحان الله يحدث تخبطة يحدث تخيل كمبيوتر دخل عليه فيروس. ماذا يحدث له؟ ولا قوة إلا بالله. تمحى كل المعلومات وتتلخبط المسائل. الله هو الذي خلق والله هو الذي قرر. سبحان الله. يعني الصحابي جلس بجوار جبل أحد. نعم. وجلس أبوه بجوار جبل أحد وعلم أن جده من أيام مضر وعدنان وأيام حرب ذي قار أن جبل أحد مكانه، لكن القرآن يقول له كلاما آخر: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيقن الصحابي وأن لم يفهم، ونحن فهمنا ولم نوقن. سبحان الله. أيقن الصحابي أنه لم يفهم. أيقن الصحابي رغم أنه لم يفهم. صحيح. ونحن فهمنا وما أيقننا. وما أيقننا. القضية عايزة يقين الأول. صحيح. ليه؟ قالوا اتقوا الله ويعلمكم الله. ازرع شجرة التقوى. نعم. قضية شرط. نعم. يعني استطراد جانبي في عجالة، بعض النساء التي رحل عنها زوجها هجرها مثلا تقول أنا يعني هو طلقني الآن لكن هجرني منذ عام مثلا، فلما العدة؟ هذه قضية شرعية. لا يبدأ لا تبدأ بدء العدة إلا من منذ توقيع لفظ الطلاق سواء وجها أو عن طريق القاضي أو بهذا المنطق، لأن الأمور لازم توقت هكذا. بس الإسلام لما كان يخاطب لا يخاطب الزوج الذي هجر سنة، هذا ليس بالزوج. يا لطيف. هذا جاء من الإسطبل. أحسنت. هذا كائن آخر. أحسنت. غير لو خرج آدم من قبره قال أنا لا أعرف هذا، لا هذا ليس ابنا لي. سلم يا رب. لأن الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقولون يعني يمتنع عن أن يقترب من خلاص سبحان الله. يقعد أكثر مدة 4 أشهر. اليوم الأول من الشهر الخامس يجب أن يطلق القاضي المسلم. أما أن تقف المرأة طابورا لتنتظر ورقة. يجب أن يطلق. خلاص. الله أكبر. لا يجوز له أن يمتنع أكثر من 4 أشهر. حتى سأل عمر وحفصة كم تصبر المرأة أو الزوجة على زوجها. هذا هو ديننا. ولكن نحن تعلمنا الدين وما طبقنا الدين. نحن نجيد الفلسفة والجدل وتسمع في الفضائيات العجب العجاب. صحيح. أنا سمعت أحدهم يقول في فضائية أظن في المطارات أو يعني على مرأة من الناس أن الدورة الشهرية عند المرأة هي من ركضة من ركضات الجن. معقول؟ هكذا قال أحده. أنا سمعت أنا ما أدري من الذي قال، لكن أنا تعجبت وحملقت في المحطة، ربما تكون محطة مغرضة، وجدتها محطة محترمة لا أستطيع أن أذكرها. يعني ركضة من ركضات الجن. ركضة من ركضات الجن. يعني إذن كل نساء العالم دي سبحان الله، ده الجن متعاقد بقى مع شريك. أنا يعني شوف
يا بني يعني نريد أن نتكلم في كتاب الله وفي العلم الذي يخاطب عقلا. معذرة لكن سيدي من أين يأتون بهذه القضايا وهذه الكلمات؟ لا أنا أخاف إذا كانت هذه الكلمات غير مسطورة في قرآن الله. أنا للأسف وجدت يدي بسرعة تخفض الصوت خشيت أن يكون أن يسمع. لا أنا خشيت أن يسمع أحد من غير المسلمين والله يكيد لنا يعني ما أو حد يكون داخل الإسلام جديد يراود نفسه أن يرجع ولو رجع ما عاب عليه أحد. الكلام يقال على عواهنه بدون تحقيق المسائل هكذا يعني هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عليه امر وسلم. جعله الله في بنات حواء هذا امر لان دي قضيه علميه بحته لما تدرسها تفصيلا تستريح يعني حتى القران هنما تناولها هكذا لم يقل ما سببها ما اسبابها ما كذا ما كذا هذه تركيبه المراه ولولا هذا الامر لماتت المراه ولم تصل ان تعيش هذه ابقاء حياتها. ورد شيء في مصادر الشريعه الاسلاميه بخصوص الحيض عند المراه مثلا من اين ياتي سببه كذا؟ لا الكلام ده في هذا طويل وانا هذا كلام ندخل في, في في علم الفقه وكذا ولكن يعني انا اريد ان اقول ان ديننا يخاطب عقولنا المستنيره صحيح بس يعني بارك الله فيك يعني هذه القضية أجبت إجابة مقتضبة عن المسألة لكن الموضوع فيه تفصيل كثير. نظرية علمية تقول تؤكد هذه المعلومة لماذا؟ والله ليتنا نصنع برنامجا للفقه الإسلامي عندنا ما رأيكم في لا كيف لا نريد أن نفقه فقهنا أو أن نقترب من فقهنا فقه الدين أو أن ننزل إلى يعني ننزل بالنص على واقعنا لندرس سويا فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المقاصد المبني على المنافع والمفاسد ليس لا علاقة له بالحلال والحرام ثم نتكلم في فقه البيوع وكيف يتعامل التاجر كيف نتعامل ما هو الحلال وما هو الحرام هل حقيقة ما قاله البعض انه ما بقي من صورة الحلال والحرام في العالم الإسلامي الا خذ وهات هذا كلام يجب الله احنا عايشين يا ابن المجتمع كده بالطول والعرض في امور يعني نصلي الصلاة 4 ركعات تمام وبعد الصلاة ابيعك في السوق بالبخس واتناجش معك ويجي بتاع المزاد جايب العمال اللي عنده سبحان الله الكوب ده بكام ب5 العامل الاول ده ما تبعه يقول ب7 يقول يوصلها ب50 يريد ان ياخذها له هو قال ولا تناجشوا هذا المزاد ربنا محق البركه من بيننا لاننا ما حققنا دين الله عز وجل ليه الله عز وجل يقول ايه للمسلمات ايه ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى الاولى الله هو في اولى وفي ثانيه والله كان معنا اليوم لنتناول هذا الموضوع حقيقة الله. يعني الله. سويلنا هذا السؤال ودار لفضيلاتكم قل لي يعني سأل الدكتور عمر عبد الكافي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الثانية الأولى تبرج الجاهلية الأولى قبل نزول اقرأ أيام أبي جهل طيب كانت تمشي الواحدة تشق ثوبها سلم من جنب كده وتلبس الحذاء ذات الكعب المرتفع وتضرب بها بريدها ولا يضربن بأرجلهن ها؟ يعلم ما يفين إذا ضربت اتسع سبحان الله زي بعض التي تقول أنا محجبة وتلبس مثل هذا الأمور المهم يعني فتظهر ساقها تظهر ساقها فده تبرج الجاهلية الأولى تمام طب ما اللي هو في جاهلية ثانية المسلم إذا لم يطبق دينه أصبح في جاهلية لأن الله جعل حكمين هناك حكمان في العالم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما فإما حكم الله أو حكم الجاهلية نحن الآن نعيش في الجاهلية الثانية يعني أحنا أمة وسطية نمسك العصاية من نصها حكم وسطي لا لا ما فيش وسطي شوف سبحان الله يعني لا نقول يعني نأخذ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا لا ولكن نقول إن الحلال بين إلى يوم القيامة يظل حلالا والحرام بين إلى يوم القيامة يصير حرام أما اختلاف المسميات واختلاف الأزمنة واختلاف المصطلحات هذا موضوع لا يهمنا من كثير أو من بعيد أو من قريب يعني يقول لك اختلس أموالا أميرية كويس لما تحطها على الميزان والحرام لا صح ولا لا تعمل لص سارق يعمل ايه نجيب نقطع يد لا ده اختلس أموالا أميرية ده والله أخذ مش عارف هذا كلام ده ما شوف يسمون الأشياء بغير أسمائها ولذلك أحكام الشريعة واضحة المعالم نعم كل الميزان فيه عدة أحكام بسيطة واضحة احنا بقى نسميها بغير أسمائها الناس تتوه الحقائق ففي جاهلية ثانية نحن كل فاسق وفاجر يعني يقول لك الناس يتكلمون عن الوطنية والمواطنة جميل الوطنية ده شيء طيب عظيم محمود شيء طيب شيء طيب محبوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت بس أود عايز أقول لك نقطة
أي متدين وطني بطبيعته، بمعنى أي إنسان ملتزم بالدين يبقى ده مواطن من الدرجة الأولى ووطني من الدرجة الأولى، وأي إنسان غير متدين هو عديم الوطنية. الوطنية وطنية الدين إذا؟ لا طبعا طبعا. الرسول قال إن الله يعلم أنك أحب البلاد إليه طبعا طبعا على مكة طبعا. ما كان يريد أن يخرج. عظيم، يبقى إذن يحب أرضه ووطنه. أه؟ طيب جميل، فالذي يحب أرضه ووطنه ها؟ يحب أن يطبق دينه في أرضه ووطنه. صح. فإن كره دينه في وطنه فإذا كان قد خان الله ورسوله فلما لا يخون وطنه؟ كيف يجر الإنسان على خيانة الله ورسوله؟ أن لا يطبق شرع، أن يعيش في الجاهلية الثانية، هذه خيانة؟ سبحان الله، خان الله ورسوله، سلم خان الله من قبل، سلم سبحان الله، يخادعون الله ويخادعه، بدي كده خيانات. إذا لم يطبق أحدنا الذي يعيش بيننا الآن شرع الله فهو أول خيانة، خيانة للوطن، خيانة له. لماذا؟ لأنه يمنع وطنه من تنسم نسيم الدين وريح الهدى. كان الوطن يريد هذا يا مولانا؟ لا لا، الوطن لا يريد هذا. لا، كان الوطن يمنع الحجاب ويمنع اللحية ويمنع كذا ويمنع الصلاة في المساجد ويغلق المساجد. لا لا لا، أنا يعني هذا الله الجميع، لكن الحمد لله أقول أن ما تزال طائفة من هذه الأمة ممسكة على دينها كما يمسك الإنسان على جمرة من النار. هذه طائفة منصورة يأتيها الموت على هذا الإيه، على هذا السبيل، ولا لأن الذي يخون قطعة من الأرض يحكم عليه بالإعدام. صح صحيح، لو يدخل في قضية الإعدام بالجاسوسية أو غيره يخونه، وده هذه في الدين خطيرة. نعم. كان عضو. نعم. طب الذي يخون الله ورسوله يقول لك ما فيش حاجة اسمها دين، افصل الدين عن الدولة، ماذا تقول له؟ يشنق مليون مرة. بس خلاص يعني، بس عشان تقعيد القواعد. صحيح. أن يصلب أو تقطع يديه وأرجله من خلاف أو ينفى من الأرض. سبحان الله، كما قال الحرابة. سبحان الله، هل هناك حرابة من أن تصد الناس عن دين الله؟ لا. سبحان الله، ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. هو يعني منع أي وقف على الباب وقال ما حد يدخل؟ لا، بالعكس، روح صلي، بس صلي جوا المسجد، بره المسجد مالكش دعوة بالدين، اترك الدين جوا المسجد. كيف يجرؤ المسلم على أن يصد الناس عن بيت الله سبحانه وتعالى وعن مساجد الله في الأرض؟ هو والعياذ بالله، إذا غلف قلبه عن الهدى، كما قال بنو إسرائيل من قبل وقالوا قلوبنا غلف، فلما غلف القلب عن الهدى لم يرى الحق حقا ولم يرى الباطل باطلا. نحن في دعائنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لكن الحق بين، والحق أبلج، والباطل لجلج، لكن الناس تميع المسائل. تجد بنت او امرأة 5 سنتيمتر على رأسها، كم شعرة تدارة وتظهر كم شعرة حسن تظن انها صلعاء، وبعدين لبسة مش عارف لبسة كيف اللبسة، ويقولك والله انا محجبة، والثانية خرج الاخرى بنت عمها خرجت وقد نسيت ان تلبس اساسا، يعني هو ويمشي 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 بجوار. لا، الدين قواعد، وهذه من قواعد الدين. واي انسان يعني يخوض في هذا الكلام فهو انسان يحطم اوطاننا. تقول محجبه وتمشي مع الشباب ليسامحنا كل المشاهدين وكل المستمعين الكرام، لكن هذا الكلام الذي يقال في الشارع، محجبه وتسير مع الشباب وانا متبرجه ولا اسير مع الشباب؟ لا لا، خليها بس، لا تحجب وتمشيش مع الشباب، هي المساله مساله نيه بينه وبين ربنا. يا مولانا شوف 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 شوف، ربنا اعلم بالنوايا. لا، الدين له قواعده، خليها هي تضرب المثل الطيب، خليها تحجب وتستقيم وتكون قدوه صالحه، طالبة متفوقة ملتزمة تتقي رب العباد عز وجل، يحبها الجميع ويطرق بابها الشباب ليتزوجوها لا ليسيروا معها. هذه القدوة، بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمعة. إذا كان النساء قديما لما يعني حينما قالت السيدة عائشة لما نزلت آية الحجاب. أيوة. الحديث. أي نعم. ورغم أنهم تحجبن ولم يسلمن من طيلة الألسن التي كانت موجودة أنذاك ودارت حادثة الإفك. طيب جميل، فما بال بناتنا ونسائنا لم يتحجبن؟ لا، ما انا عايز اقول نقطة، نعم. الحساب فردي، الحساب مش جماعي يوم القيامة. طبعا. نعم. وكل آتيه يوم القيامة فردا. خلاص؟ نعم. يعني ايه فردا؟ يعني واقف كده بين يدي الله عز وجل، لا 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 ترجمان ولا حجاب، عبدي بهذا الحوار. نعم. فإذا المسألة ايه؟ فردية طبعا، سبحان الله. يعني اما لما تجد بنت غير محجبه في الشارع، ولا موظفه في المصلحه غير محجبه، انت مش تعيب عليها فقط، هي طبعا ربنا يهديها، لكن تستغرب تتعجب على الديوث الذي يجلس في البيت. هو ديوث ابوها او زوجها؟ من راى القبح على اهله ثم سكت عليه ماذا تقول فيه؟ ديوث.
مكتوب على باب الجنة لا يدخلك ديوث. يا لطيف. هذه أعمال الضيافة. يا لطيف. اللي خلى المحلل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التيس المستعار. هذه صورة من صور الضيافة. يا لطيف. احنا يا ابني فين الدين وفين أين؟ هو شاسع. البون شاسع. سلم يا رب. فلا بد أن نقترب. لا بد أن نفيق. لا بد. هو لو أمسكنا فقط ألسنتنا. بس. ألسنتنا فقط. نعم. عن بعضنا البعض. يعني هذه الفتن التي تسير وتصير في 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 سواء في العراق أو في إخواننا في فلسطين أو هذه. نعم. من ماذا؟ من ألسنتنا. حتى لو سأل كل واحد نفسه منه سؤال. المجتمع المسلم قديما لم يسلم من الألسن. جميل. ولكن لما 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 أوقف هل توقف أم استمر؟ هذا ما سوف نرى في هذه نرى يا سيدي. بيت النبوة وحديثة الإفك. أهلا وسهلا. التي تعرضت لها السيدة عائشة. نعم نعم. كيف كانت وكيف بدأت؟ نعم. إلى هذه القصة. توكل على الله. نشر الهرمة فضلتكم. توكل على الله إن شاء الله. لأن مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في فكرة الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم حول حادثة الإفك ملابسات القصة من أولها إلى آخرها والدروس المستفادة منها. فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. يعني سامحنا على انني ساعدت في انفعال فضلاتكم قبل الفاصل، لكن كابن لكم نريد ان نتعلم ونريد ان نقاعد القواعد ونضع الاسس مع بعضنا البعض. فانا ابن لك وكل المشاهدين والمستمعين اخوه واباء وامهات وابناء، فسامحنا يعني لكي نهدئ من روع فضيلتكم ومن روعنا ايضا على الهواء. يعني نبارك لبنتنا ندى نجاحها بالثانويه العامه. هلا عليك يا ابن بارك الله فيك. نهني لكل وصولها على مركز متقدم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لك فيها وجعل منها البنت الصالحه التي تدرك وزادها علما على علم. وبالمناسبه يعني فضول الاعلاميين سر لي بيني وبين فضيلتكم فقط، يعني هي اي الكليات تحب ان تدرس؟ على الهواء يعني السر يعني. هذا سر بين فضلاتكم وبين لن أبو حبيل أحد. هي تريد أن تدرس هندسة الديكور. هندسة الديكور يعني فنون جميلة يعني حاجة زي كده ما شاء الله. هندسة الديكور. نعم. إذا نطمع في أن تكون مهندسة الديكور بتلفزيون الشارقة مثلا، يعني تصنع لنا ديكورا خاص ببرنامج صفوة الصفوة. يعني إذا كنت تنتظر خير وبركة. أصل الناس تظن في الإعلام عندكم أن الإعلام الديني لازم يضعوا له يعني أهو كرسيين وبتاع وخلاص وخلصوا وخلصونا. يعني كده بس يعني. يعني حتى ارابيسك ديني ديكور اسلامي. في ديكور اسلامي ولا غير ديكور اسلامي؟ هو يقال ان في فن اسلامي، لكن انا اقول ان الجمال يتذوق. صحيح. الجمال يتذوق. صحيح. ولذلك كان الشعر العربي، لماذا نتذوق الشعر العربي؟ لانه له تفعيله. فلما خرجوا علينا بالشعر المستنسخ بالشعر المستنسخ. نعم. فطبعا احنا اصبنا ببهلع واصبنا بصمم في اذاننا. صحيح. وتلوث سمعي نتيجه ما نسمع. نعم. فالاسلام ليس ضد الجمال، بالعكس العالم كله مليء بالجمال. يعني نطمع في مهندسه ما شاء الله تنير الارض بلمسات جماليه ليس لمسات بيانيه، تنير بيتها بس وخلاص باذن الله تعالى. لا لكن يعني انتزع من فضلاتكم وعدا ان تصنع لنا ديكور في برنامج صفوة الصفوة. زي ما تكون تفهم في الديكور الاول. بارك الله فيك. ما شاء الله مبارك لك فيها. بارك الله فيك. جعل منها البنت الصالحه. الحمد لله. ولا الحمد لله وهي من الصالحات. الحمد لله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نلتقيكم ان شاء الله. سيدي من الأمور التي عاصفت ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قاصمة إلى حد ما في وقتها حادثة الإفك. نعم. نريد أن نتعلم من فضلاتكم القصة من أولها إلى نهايتها دون ما أدنى تدخل منا. طيب هل تريد أن نحال سويا إلى سورة النور لنقرأ منها ونفسر؟ جيد جيد. لتأصيل بدلا من أن نقول هكذا وكذا لتأصيل المسائل دائما. جيد. العجيب أن حادثة الإفك كانت في سورة النور بالذات. نعم. لماذا؟ لأن هذه السورة كل آية فيها فرض. صحيح. سورة أنزلناها وفرضناها، فصارت كل آية فيها فرض على المسلم. ليس القرآن مفروضا على المسلم. لا، القرآن فيه أوامر وفيه نواهي. ده ركن أو يعني محور. وفي محور القصة ليس فيه الأمر ولا نهي، وفي محور الأمثال وتلك الأمثال نضربها بين الناس. نعم. سبحان. يبقى هذا محور العقيدة، محور إيماني. نعم. محور الآخرة، محور يقيني. لكن محور الأوامر والنواهي، مش كل القرآن أوامر ونواهي. نعم. لكن هذه السورة تخص الأمر والنهي، فكل
آية فيها صارت فرضا، سورة أنزلنا وفرضناها. يعني لما تنزل الآية تتكلم عن حجاب المؤمنات ليس الكلام من باب القصة، الكلام من باب الأمر، فرض يصير فرضا. الله أكبر. طبعا تصير الآية فرضا. ها يعني سورة النور مفروضة بالكامل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمهن الغزل وسورة النور، الغزل البنات، الغزل وسورة النور. تجد أن أفضل واحد بتاع أجزاء في العالم للأسف رجل، أفضل طبخ في العالم رجل. أفضل أهل هذا. طب وأين المرأة لتخصصها؟ فهذه كارثة. صحيح. والله هي أفضل مرأة رجل أيضا، يعني الآن أفضل مرأة رجل. قد تكون بمئة رجل إن شاء الله في تصرفاتها بعقلها وحيائها وأدبها والتزامها بدينها، فتوجد سبحان الله وهي يعني في البيت عبارة عن دلال وعطف، وخارج البيت عبارة عن شهامة وأدب وحياء. سبحان الله. والله ما تراه عيوننا في الشوارع غير هذا مولانا. ما هو لما مش لما تسير في شارع ترخص وتدني وتسفل بشكل طيب غير عادي. طيب بس لما تعود إلى المسلمين إنسانيتهم باسم الأخ قاسم أمين، يعني حرية المرأة وحرية المرأة. والله الرجل ما كان يقصد هذا أبدا، يعني هو ما كانش يتصور، يعني ده كان بس مجرد بيقول يا ريت هي تكشف وشها بس. بس هي الشيطان يرضى بالمحقرات وليس تدمي المحقرات، بس هو يعني كان عايز تفك يعني حلقة حلقة. يعني ففكت. يعني هو بدأ أول حلقة. ففكت يعني زي ما يكون عندك لفة بتاع خيط ملتف كده وأنت فكت مسألة السلام. أو كعقد انفرط خيط. بس يعني حبات العلاج. القصة من أولها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بداية قبل القرآن الكريم، ما معنى حادثة الإفك؟ الإفك هو الكذب. الكذب. والأفاك هو الإنسان الممعن في كذبه، الذي يعلم تماما انه كذاب ولكن يحيق كذبته بدلائل وشواهد تنطلي على المستمع. الله اكبر. اللي هو يدخل في حد الافتراء. يعني الذين يدبلجون او يعني يمنتجون للناس يعني تهم او امثال هذه، يلفقون وسبحان الله، والمصيبه انه واحد مثلا صحفي لا يتقي الله او اعلامي لا يتقي الله ويقتطع كلمه من هنا ويقتطع يجتز كلمه من هنا ويضع جمل بجوار بعضها وتقول يا اخي هو الذي قال هو الذي قيل عنه صوته هذا صوته. فهذا المنطق يعني نسال الله هذا يعتبر بمثابه الافك. هذا هو الافك، ونحن نعيش عالم الافك الان. اذا كان في المجتمع المدينه حادثه افك فنحن نحيا اليوم عالم الإفك. هي ما كانت هذه الظاهرة منتشرة في حادثة تسمى حادثة الإفك، حادثة ذكرت لأنها بقعة سوداء في الثوب الأبيض. سبحان الله. أنتم إعلاميون تقولوا أن إيه يعني المشكلة أن خبر أن كلبا عض صاحبه طبيعي، لكن صاحبه عض الكلب هذا المصيبة. نعم. فالاستثناء أن تحدث حادثة الإفك. سبحان يعني الله. قال أبو ذر رضي الله عنه كان الناس على عصر الصحابة وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم عام 35 هجرية شوكا لا ورد فيه. المسألة قياسية. سلم يا رب. يعني سؤال. يعني الآن المسألة الوردة دي ملغاة تماما. طيب. حدث الإفك. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعمل توطئة وبعدين ندخل على الآيات. جيد. كان يقرع بين النساء، يعمل قرعة. ويستهم شوف من الذي تخرج معه من نسائه في الغزوات. فذهب الى غزوة بني المصطلق. نعم. وكانت نصيب القرعة تقع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. نعم. خرجت معه، انتهت المعركة، وكان هناك اربعة موكلين بحراسة هودج عائشة. الهودج هو المحمل او الذي يوضع فوق الجمل البعير. سبحان الله. كانت هي في بداية الحياة الزوجية خفيفة اللحم، والأربعة لابد أنهم أقوياء. فجاءوا المعركة انتهت، فشالوا الهودج المحمل هذا ووضعوا فوق البعير ظنا أن أم المؤمنين داخلها، وهي ما كانت بداخلها، وهي لم تكن بداخلها. أين كانت؟ انفرط عقد لها. كان لها عقد من ظفار، غيرها هدية. نعم. من صدف ظفار. ولم لمحبات. رجعت فوجدت القافلة قد رحلت، الجيش كله تحرك. وكان دائما الفرسان يتحركوا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المقاتلين وراءهم المحاربين يعني، واللي على الابل او على البغال او المشاة المترجلين،
ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم احد الشجعان ليدور في ارض المعركة لامرين. الامر الاول ان يشوف ان يكون حد جريح عايز اسعاف الجيش فقط شيء ثمين، او ان الجيش المحارب عاود الكرة فيذهب سريعا ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يختار من الشجعان اصحاب الحكمة. جيد. فترك صفوان ابن معطل السهمي رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين. نعم. صفوان ايوه ابن معطل السهمي رضي الله عنه. نعم. فامنا عائشة جمعت العقد حباته وعادت وجدت القافلة قد رحلت، اوشك المغرب ان او يدخل او خلاص دخلت العتمة او الظلام يصدر الليل ستائر، فخافت في الصحراء وحدها فجلست مكانها، مش ممكن تتحرك في الصحراء. ما حدث نظر في الهودج مثلا ان يفتشوا عليها ان يروا اذا كانت بداخله ام لا؟ هو القضية هذا الحياء المفقود الان، الان اصبحت الحواجز مفتوحة، اصبح عادي عادي الوقت تلاقي الاعلامية قاعدة حط وضع رجل على رجل في وجه الضيف وتكلموا في امور يعني ما ينفعش تكلم مع زوجها فيه. قال لو كلمتك كزوج انا وشي احمر سبحان الله، لو زوج يعني سبحان الله. لا حياء في الدين يا مولانا. لا لا حياء في العلم، الدين كله حياء، حاذر من هذه الكلمة. انا هذا وجهة نظر المشاهدين، لا حياء في الدين، يعني نريد ان نتعلم. يعني تتعلم ولا تجادل؟ امشي يعني في ابني سبحان الله. بيقول لك لا حياء في العلم، الدين كله حياء، ان لكل دين خلقا. نعم صحيح. وخلق الاسلام الحياء. صحيح. وراء النبي الحياء شعبة من الإيمان. وراء النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يعظ أخاه في الحياء، قال لا تعظه، إنما الحياء من الإيمان. يعني أنت تعظه إيه؟ هو عنده إيمان عنده حياء، الناس ما عندها حياء، تبخر الحياء. لا لا لا. إن العبد إذا أراد الله به شرا أن نزع الحياء من قلبه فلا تجده إلا مقيتا منقتا، نص الحديث. نعم. مبغوض. ليه؟ ما عندهش حياء. وبيقول لك إيه محمد يا خالد القلم هذا ده هدية ولا انت اشتريته؟ فانت تحرج، مش عارف تقول له، قول له يعني ربنا رزقني بيه. لا لا تحديدا، هو هدية ولا لا؟ طب لا هو هدية من من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يحاصرك بالاسئلة. والله الحقيقة من واحد صديق لنا، من يعني اعرف يعني ما دي القلم غالي بالشكل ده، انت لازم بينك وبين صلاح. يقول فلان لا حول، تاخذ من هذا يا رجل، ده مرابي ويتعامل مع البنو. لا لا لا، دخلنا في متاهة اخرى، هذا ما عندوش حياء. لا ولا قوة. فشو دخل عدم الحياء عمل ايه؟ سبحان الام تيجي تزور بنتها او تتصل بها، ازيك الحمد لله يا امي بخير، ها وفلان ازيه، او المدعو او المذكور اعلاه او المشنوق على ايا كان احمد مطر ايا كان يعني اللفظ يعني كلماته جميله. نقول بخير يا ام الحمد لله، ها لسه بخيل؟ لا لا والله يا ام الحمد لله ما شاء الله. لا 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 اصل انت هتطلعي خايبة. هذه ليس عندها حياء، ليس عندها حياء. كم تنفقون؟ باختصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى والحياء. خاص الحياء بالذات ليه؟ لان ده خلق الاسلام. ما هو الحياء؟ الحياء قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال والله انا لنستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، مش الحياة اللي في دماغكم ان انا اشوفك وشي احمر لا مش حياة وانا البنت لا، انما الحياء حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى. يا سلام. عين لا تنظر، اذن لا تسمع، لسان لا يتكلم، عقل لا يفكر الا في الخير، والبطن وما حوى الاكل والشرب. نعم. سبحان الله. وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموت، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، هذا هو حق الحياة. اننا لا نستحي من الله اصلا، ما فيش حاجة بهذا المنطق لا نستحي فيها. ايه سبحان الله، ده مس سبحان الله. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموت، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، هذا هو الحياة، هذا هو الحياة. فأين لا حياء موجود؟ سبحان الله. بهذا المنطق لم يفتش الصحابة، هم لما شالوا، وهي كمان مش صوت، ازيك ابو فلان انا عارف انا عارفاك، مش كده ولا مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ يا راجل الموظف بيسأل زميلته في العمل، او طول السنة انا راح اجيب العقد ولا حاجة خمس دقايق وراجع تاني يعني. الحالة مش كده، الموظفة الان يسألها زميلها من كثرة كأنه صار محرم لها في العمل، لان بيشوفها كل يوم في وجهه اكثر من يشوفها زوجته. ازيك يا فلان،
واتشك اصفر اليومين دول. انت عامل حميه رجيم انت سبحان الله. لا لا ال- 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 هذه الخمار عليك ما شاء الله لاخواتك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه شو الادب ده؟ لا حول ولا قوه. ايه قله الادب دي؟ ايه قله الحياه ده؟ الله والله هذا من قله الحياه. ولذلك الغضب نازل على المصلحه والناس تقف بالطابين. لا في لا بركه في من يتعامل ولا في بركه طبعا يا ابني. الله مشاركه وجدانيه ده في الشعر يا ابني. ده في الشعر لا يجوز لهذا المسلم ولا مسلمة ان يقول هذا الكلام ده. الله احنا قلنا خلاص طقطقنا الراس وان هذه مضطره الى العمل. طيب ولكن كما قلنا في الحلقه السابقه بشروطها. طب زميلي يا مولانا فش حاجه زميلي طيب صار محرم يعني تسافر معه يعني زميلة. تسافر معه يعني ثقه وعارف كل اخباري وانا عارف كل اخبار وحكينا اسرارنا البعض. خلاص يبقى خلاص يبقى لا تستفتوا الدين في امور لم ينشئها الدين. خلاص طب ماذا نصنع لماذا نصنع؟ ادلنا على الخير. قاعد القاعده من الدين ابن القواعد على اساس افمن اسس بنيانه ها على تقوى من الله خير ها امن اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به. عايز تنشئها على اسلام ولا على علمانيه؟ على اسلام. حلو تعالوا بقى نشوف الاسلام ماذا قال. طب ما ينفعش حبه كده وحبه كده. لا ده ساعتها بقى انت ده ما يخصناش في شيء. مالكش مقياس عندنا. ظروف العمل يعني ظروف يا ابني العمل. الاسلام حلاله يوم الى يوم القيامه حلال وحرامه حرام. ما هي المراه خرجت على يوم الرسول عليه الصلاه والسلام. خرجت لماذا؟ كانت تحارب. جميل. جار الرسول. لماذا؟ لماذا ما لماذا ماذا؟ تشارك لا الرجل لا. لانها مثل الرجل. لا 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 مش لا لا, لا, لا وليس الذكر كالانثى ولا مش دي ايه كلام ربنا لا 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 اجتهاد هذا مع النص. ولكن خرجت لانها تعمل اعمال لا يستطيعها الرجل. تسقي الجرحى تسقي العطشه تداوي الجرحى. ولما نسيبه رضي الله عنها كانت تترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني لما وجدت كده رمت عنه رمت القربه ورمت الادويه وقفت وقال قاتلي فداك ابي وامي وما جمعها الا له لها ولسعد بن ابي وقاص هنيئا لها. وقطعت يدها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قاتلي فداك ابي وامي. وبعدين لما كان التابعيات لا يعرفنها فقال لماذا يدك مقطوعه يا نسيبه؟ يدك مقطوعه في ايه؟ فيقول عمر يا عدوات انفسكن هذه امراه سبقها بعضها الى الجنه. سبقها بعضها الى الجنه. هذا خروج المراه. كنا يخرجنا نعم كان لها شروط في الضوابط في الخروج. طبعا ان تخرج كيف ما تشاء. لا لا مش كيف ما تشاء ابن الحلال. في ضوابط والمجتمع في الخارج. عبد الرحمن بن عوف كان عنده امرأة جميلة جدا. نعم. زوجته الرابعة. ولا ادري النساء. زوجته الرابعة. الرابعة. المهم. لا اتكلم. فكان يغار عليها جدا. نعم. فهنا هي كل شوية رايحة صلاة العصر. صلاة المغرب. صلاة العشاء. سبحان الله. واحنا الان لا 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 لا. المرأة تصلي في بيتها. طب الخروج للمول وكل يوم في العمل وهي المهم يعني بإجازة. سوق ضيقة. وما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. كلما هممت بممارسة المنظمة الإعلامية يعني تكبتني هكذا. الله يرضى عليك. انت مش قلت يا ابني انت تحت حكاية الإفك ومش هتقطعني. كلها كلامك درر والله. الله يرضى عليك. كلامك درر. فزوجة عبد الرحمن هو مش عايز لا يستطيع ان يقول لها صلي في البيت لان الرسول يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد. الله. فرايح صلاة المغرب في المسجد النبوي فهو ماشي في الطريق المعاكس. فخبطها بدلها كتف كده يعني لكزها كده خبطها لمسة خفيفة. المرأة استدارت ورجعت الى البيت. ما عرفت. انا اقول لك اللي حصل. نعم. لما رجعت البيت يوم اثنين ثلاثة سألها. لا اراك تذهبين لصلاة الجماعة. لا اراك تذهبين لصلاة الجماعة. نعم. قالت كنا نخرج ايام كان الناس ناسا. اما ولا ناس فالمكث في البيت افضل. يبقى ايه? يا الله اللي هي عرفت مين اللي خبطها ولا مين اللي لمسها. يا الله ولا قلت سبحان الله يا مؤمن مع انه زوجها سبحان هي استحت ما تفحصت فيه مثلا ما قالت له لما تضربني هكذا من انت يا مؤمن لانها كانت تجد زوجا غيورا. سيدنا عثمان لما تصور عليه القتلة بيته قال لنا الى زوجتي ادخلي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. بهذا المنطق حينما ذهبت امنا عائشة لتبحث عن حبات العقد ما اخبرت احدا من الرجال. لا لا لا, 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 لا تكلم هذا ما كانت تكلم للضرورة. للضروره يا ابن سبحان الله مش عايزين يحكوا مع بعض الخلق واسرار ربنا بيقول فلا تخضعن بالقول.
فيطمع الذي في قلبه أو فيطمع الذي في قراءة ابن عباس فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخضوع يطمع الذي في قلبه مرض في القراءة ازاي؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. تقول انا رومانسية هكذا يعني هكذا طبيعة صوتي. طيب خلاص ده الرومانسية عند لامارتين انما في الاسلام ما فيش. وضع نوع الاختلاط بين امنا عائشة حتى والرجال الذين يحملون فما حملوا الخرس وحطوا له واخذوا النقة ومشوا. سبحان الله العظيم. القصة رجعت المهم رجع صفوان بن معطل السهمي فوجد سواد هي التحفت وتداخلت في بعضها خوفا صحراء وبعدين هي في عمرها كان 15 سنة تقريبا ما زالت غضة طرية فتقوقعت. فقال فعرفني قبل نزول آية الحجاب لأن الحجاب لأمهات المؤمنين نقاب نقاب الله أكبر طبعا عشان بس نقاعد ومن هذه الإدناء التي فسرها تمام. وبعدين من سارت في ركب أمهات المؤمنين فهنيئا لها برضو عشان إيه أنا يعني مقاعد لا نريد أن نأخذ الحسنات لا يعني هذا تفضل من هذه المرأة على ذوي العينين الزائغتين وهم كثر صحيح ما أكثرهم والله المهم فعرفها صفوان بن معطل السهمي قال أم المؤمنين قالت قلت بلى فأدنى لي الناقة هي التي تحكي القصة فأدنى لي الناقة قرب الناقة ثم ابتعد الله أكبر حتى ركبت لأن ما سعدها في الركوب لما تكلم شوف انظر إلى هذا المنظر لأنه أجنبي عنها انظر وهي أمه خلي بالك من دي ما صحيح أمه وإن كان قصور لا سن. تجوز له أمه أيوة طبعا لما يبتعد هو ما هو لا 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 هذه حرب رسول الله سبحان الله على ما يعني أخته في الرضاعة يعني خلاص تقول قدامه كده أخته في الرضاعة ما لا تجوز له لا لا تجوز له لكن هذا مش أدب يا مؤمن احنا كنا نشأنا في بيوت البنت امام ابوها لابسه برضه محتله مهما كان يعني تتخلى في حجرتها لكن كل زينب بنت جحش ظهرت امام المصطفى عليه الصلاه والسلام فوقعت في نفسها هذا كلام المستشرقين او تخفي في نفسك ما الله مبدي لا الله لا يخفي في نفسه اظهار قضيه ان الله سوف يزوجه اياها لا 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 ده كلام المستشرقين قضيه التبني لا 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 قضيه ادنى قارن بين تلك وبين صفية لما جاءت في معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لما خرجت المسجد خرج وقطع اعتكافه فسار خلفها سار خلفها ليه مش سار امامها احنا في رجال في العادات والتقاليد يمشي بينه وبين زوجته 3 كيلومتر ليه في هي جرثومة فيروس ايدز سبحان الله لا اله الا الله فيمشي يدي عشان حتى بقى الناس يعرف ان دي معاك فيحترموها خلاص سيبوها المهم فهو سار خلفها ليحجبها حتى لا يراها احد فلما اقتربت من ناقتها تركب ولا المنطق يعني معذره في الانجليزيه ليديز فيرست يعني انت عارف قصه ليديز فيرست دي عشان يعني اجيب لك من الاخر عشان بس بناتنا الممسكات بالثقافه الاوروبيه الرسول مش ولا سيدتنا صفيه جميل ليديز فيرست اهو السيدات اولا في ايه اصل القصه الانجليزيه اثنين عايزين اجنبي واحد اجنبي يعني اوروبي وامراه واحده يعني طيب احنا طالما احنا مش هنتزوج او مش هنعيش مع بعض كده على طول فننتحر احسن خلاص طب مين ينتحر الاول فقال لها انا بصراحه انا لا استطيع ان اراك وانت تنتحرين فليديز فيرست السيدات اول هو عايز يتخلص منها هي انتحرت وهو ورجع. راح تزوج واحده ثانيه الخساسه في دمهم يعني هذا اصل القصه انا احكي لك عن قصه يعني عن اصل مثل هذا اصل المثل هذا اصل مثل يعني اصل دايما الخايبين المتمثلين المتغربين بتوعنا اللي هم الغراب اللي عايز يقلد الطاووس مع انه في سيدنا موسى ونحن نتعلم منكم سار امامها هو سار امامها لان خلق المجرات وبعدين حتى لا تحل له تحل له لم يكن زوجا لها تمام هو اجنبي فليس من حقه ان ينظر اليها بالضبط 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 حتى نقاعد يعني الان الرسول صار وراء امنا صفيه لانها زوجه تمام اما سيدنا موسى الولد يعني يدخل الان الشاب يدخل مجرد لسه كلام خطبه قبل الخطبه
سلم على العروسه وسلم على ام العروسه وقبل ام العروسه وقبل بنت العروسه. هو فيه 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 اصله اي العائله ده. هو لا يجوز ان يصافحها حتى يعقد عليها. الله اكبر. ولا يرى شعرها الا بعد ان يعقد عليها. انا مش الرسول قال له ارجع فانظر اليها فانه احرى ان ينظر اليها نظره ونظره ونظرتين مش عمال على بطال علينا خروجتين ثلاثه كده ولا. طيب خلينا في امنا عائشه. حاضر. طيب فالسيده امنا صفيه لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم خلفها واقتربت من جثى الرسول على ركبتيه ذات شهر ووضعت رجلها على ركبته وظل يرفع ركبته رويدا 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 حتى استوت على الناقه. هذا اين هذا الادب في بيوتنا وفي تعاملنا؟ في رواية كان يغطيها بعباءته. طبعا طبعا حتى طبعا لا يرى منه. طبعا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فالمهم ركبت امنا عائشه وقاد صفوان بن معطل السهمي ناقته. يسحب الناقه. يسحب الناقه. جيد. ودخل على المدينه. فيما تكلم اثناء الطريق؟ لم تسمع صوته ولم يسمع صوتها. كيف ما افتقدها القوم؟ القوم يعني ما كلمها احد من الذين يسحبون خطام ناقتها مثلا؟ كلها ليه كلموها تحت عنوان ايه؟ يعني لطمئنان حتى يا ابني. واحد سبحان الله هو من كثره وجود الموظفات والموظفين مع بعض 2007 نسال هذه الاسئله البديهيه دي اسئله لو خرج جدي وجدك من يعني يمسك يعذرك على يعني على الاقل يعني اخبارك ايه واحنا بنحارب كنت قاعده ازاي بتقضي وقتك ازاي مثلا يعني. ده برنامج دردشه في التلفزيون فاش حاجه زي الشات كده مثلا. لا يا ابني هي تقول لهم كانت اخبار المعركه ماذا مثلا من قتل من عاش. هي تروح مع اخواتها تتحدث وهو يروح مع زملائه يتحدث. اذا سيدي خروج المراه فعلا مشروط بشروط محدده. مش ده الدنيا يا ابني. هو في ايه؟ لان انا وفضيلتكم تسرد القصه انا مندهش كيف لم يكتشف القوم عدم وجود امنا عائشه في الهودة. لان ما فيش حوار متداول. هو ايه القضيه؟ واحد من كثره الحوارات خربت البيوت. لا هو الزوج ليه كره؟ انا اسالك سؤال. ليه الزوج كره زوجته؟ لانهم في بيت واحد. لا مش لانهم في بيت. لا 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 انت تذكرني بالراجل يريد ان يطلق زوجته قالت له اذكر طول العشره. لا هذا هو السبب. فالقضيه ان الموظف في العمل يرى زميلته في ابهى صوره وفي اجمل حوار. بعد اذنك يا استاذ فلان الورقه الملف رقم 8 ورقه وعذوبه وانوثه طاغيه. سبحان الله. هو يتذكر انت اول ما ترجع الاولاد ايجار البيت انت الكهرباء جيت. انت وصلت في امك اختك ويقارن يقارن سبحان الله. فدلك انت على ما تضحك ده واقع يا ابني. احكي لك واقع ولا انا زوجي في البيت وانا بألف لك يا ابني قصه. لا صادق والله للاسف الشديد يا ابني ما هو كده سبحان الله. المهم ف هم وصلوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انا اريد ان اقعد مع فضلاتكم. انزلوا الهودج. انزلوا الهودج بدايه المعذره. نعم. يعني خرجت امنا عائشه دونما اختلط ذهبت تبحث عن حبات اخذها دونما ادنى كلام طبعا. منها طبعا. لمن حولها طبعا. رفع الصحابه الهوجج دونما الاطمئنان عليها او محادثتها. جاء صفوان بن معطل السهمي وادنى لها ناقته ولم يحادثها وابتعد تمام حتى تركب وسحب خطام الناقه ولم يحادثها ايضا طبعا طبعا. وهي امه برضو نزل نؤكد هي امه وتحرم عليه. احسنت. دخل المدينه. انتك في تحقيق القصه بس. وما شاء الله المشاهدين والمشاهدات اذكى منه ومنك ومفيش حد مش فاهم. ما الذي نراه في الشارع؟ لا معلش ما هو في قضيه ايه دي. واحد واحد عامل شبه عاقل واحد عامل ان عقله غايب شويه يعني بالعاميه كده استعبط يعني شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. القطه تفهم الصح والخطا. المهم صحيح. دخل المدينه. دخل المدينه وصل الهودج الاول اللي ظنا منهم ان ام المؤمنين عائشه فيه. انزلوا الهودج وضعوه امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ومش وانطلق بس هي تفتح الهودج وتدخل ما تمموا على الهودج. لا الهودج هو ابنه هو بضاعه. الحمد لله على سلامه الوصول مثلا. الحمد لله على السلامه. نورت المدينه. خلاص ظنا انها وصلت خلاص. طيب دخلت بعد مده طويله الناقه التي تقل ام المؤمنين عائشه وصفوان بن معطل السهم يقف في المدخل عبد الله بن ابي بن سلول وحسان بن ثابت ومصطح بن اثاثه ثم اضيفت اليهم الرابعه حمنه بنت جحش او حمنه بنت جحش اخت السيده زينب بنت جحش وهذه من الخائضات في هم الاربعه دول اللي خاضوا في القضيه.
احنا بقول لك شخصيات عشان بس لما نطق من حسن بن ثابت. نعم حسن بن ثابت. شاعر رسول صلى الله عليه وسلم. ايوه سنتوقف عند كل واحد منهم الاسماء مره ثانيه. عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين، ده راس المنافقين. مصطح بن اثاثة ابن خالتي ابي بكر الصديق. هذا كان خادم يعمل عند ابي بكر، فقير، كان فقيرا ماشي. وكان ينفق عليه وكان قريب، كان ابن خالته يعني. امه تبقى بنت خاله ام ابي بكر في قرابه يعني. وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش بنت عم الرسول، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت صفية امها صفية. فتنة حادثة الاثم هزت المدينة هزة. هم يقفون على باب المدينة وامنا عائشة، فقال عبد الله بن ابي من في الهودج؟ قال اجابة اسأل. انت عارف لما يكون انسان خد الذهن يجيب بصدق يعني، كان ممكن ايه يختبئ الموضوع. صحيح. من في الهودج؟ لا شيء، انت لا شيء، لا شيء، لا شيء، ولا مفيش حد يفتش. فقال هذه ام المؤمنين عائشه. هو صنع لها هودجا؟ نعم صنع لها هودجا طبعا. فهذا العربي يا ابني، العربي من غيرته سبحان الله، غار الى درجه انت تتخيل. اما حفظنا كلنا ما قاله علي في سواك فاطمه؟ صحيح. أتغيب يا عود الأراك بتغريها، ما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواكو سواك. هذه الغيرة المحمودة. هذه الغيرة المحمودة. طيب هو لما دخل فمن على من في الهودج؟ قال أم المؤمنين عائشة. نعم. قال عبد الله بن أبي زوجة نبيكم يا لطيف مع صفوان بن معطل السهم في الصحراء، والله ما نجت منه وما نجا منها. كان الوقت في الليل متأخر، ظروف الرحلة كده. هذه أول قنبلة تلقى يهودي. سبحان الله، زعيم المنافقين. وهذا مخلد في النار. أعوذ بالله. وظل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه طبعا ما ترك صلاته خلف الرسول. ولكن ولذلك أقول لكل مصلي من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيه. أمسك ألسنتك عن الناس، وإذا ثمرت الصلاة تضيء. فصل قصير ونواصل. فصل قصير. فضلاتكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفوه، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، اهلا وسهلا. نكمل مع فضيلتكم. فهذه اول قنبله تنفجر في مجتمع المدينه، مجتمع الامن، المجتمع الذي قيادته تحت قياده حكيمه راشده، نبوه، رساله، خلق، اعظم انسان عرفته البشريه. ولكن هذه القنبلة يصاب بها بيت النبوة. أين كان الرسول في هذا التوقيت؟ الرسول وصل في أحد بيوتاته. نعم في أحد بيوتاته. عادت عائشة، يبدو كان الليلة شديدة البرد، فعادت مريضة، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها. لا قبل الاستئذان أبو أبي بن سلول فجر هذه القنبلة، بدأ الكلام ينتشر، انتشر الخبر في انتشر طبعا، وانت عارف انتشر النار في الهشيم. نحن مجتمع عربي يعني، شوف طبعا يستثنى منه المجتمع المدني، هو أرقى المجتمعات. لكن نحن مجتمع عربي نصدق الشائعات قبل أن نصدق الحقائق. لا إله إلا الله. وإذا سمعنا 99 حقيقة عن فلان وسمعنا نحن إشاعة واحدة، صدقنا الإشاعة وكذبنا الحقائق حتى وإن رأيناها بأعيننا. أين كان قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ كيف يتبين؟ أصل القضية هنا الرسول صار طرفا، ده صار الرسول في عرضه، يصاب الإسلام في مقتل. يعني يصاب، أولا يتكلم عن أم المؤمنين، فبالتالي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يتكلم عن بيت الصديق. الله أيوة، بس يعني ليست المشكلة أن يوصلها صفوان بن معطل السهمي. الآن الشخص يوصل زميلته، يوصل جارته، يوصل كذا، شيء طبيعي. هذا في المجتمع ما كان معروف أبدا هذا الكلام. هذا هو المجتمع الحقيقي يا ابني، المجتمع اللي أنت رأيت تعامل صفوان وتعامل الأربعة الذين رفعوا الهودج. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يكون. هذه حادثة لم تحدث قط في مجتمع المدينة، أن يوصل أحد رجال أي امرأة. لا 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 أبدا. أنا قلت لك في برنامج هذا ديننا. نعم. تخيل أنت لو جاء أبو جهل
اظن يعني رأس الكفر. صحيح. فرعون الام. صحيح نعم. وطلب استئذان من ابي لهب ان تراقصه ام جميل. يقتله. جميل. 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 نعم. هذه ام جميل حملت الحطب. وهذا ابو لهب. تبت يد ابي لهب. وهذا عمرو بن هشام رأس الكفر. ابو جهل. ما يوافق. ما يوافق. صح ولا لا؟ صح. سبحان الله. ما قتل عربي امرأة بيده ابدا ما يحصلش. لا اله الا الله. ما يحصلش يا شيخ. سبحان الله. والله انا استعظم هذا المجتمع. عنترة عندما يقود بكبر العربي وحيائه واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. مأواها. ايه ده؟ واغض طرفي. رجل قبل الاسلام يغض طرفه حتى تدخل وبعدين ايه مش يترك المكان لا ينتظر حتى تأمن حتى يطمئن انها امنت حتى يوارد جارته بس اغض الطرف وانتظر لغايه ما تدخل سبحان الله مش يشيلها يحملها مثلا ابو جهل لما 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 دخل على اسماء اين ابوك قالت خرج مع صاحبه قالت لا ادري فلطمها قالت عندما لم تستطع ان تلطم الرجال تلطم النساء فندب ابو جهل على هذه ندب ان يضرب بنت هذه خلق العربي كان يخشى ان يعيره القوم بهذا طبعا التصرف. طبعا يعير طبعا يعير سبحان الله فاذا هذه اخلاقيات العرب المهم أو هذا لطمها فقط يعني لم ياخذها لم يقبض عليها لا 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 لا, 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 لا لطمها غيظا يعني هو غيظا لانه الفريسة قد هربت منه كما يدعي هو يعني فالكارثه ان المجتمع المدينه بدا يتناقل الاخبار وصل الكلام الى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ماذا كان موقف حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش مثلا على ابن سلول وهو يقول هذا الكلام اخسأ صاهن ماين لا لا انها امنا انها كذا لا تصنع لا لا كذا اصحاب الافتراءات دائما يدبجوا الكلام ويضعوا له المعايير وتجد هذه ثغره عند الانسان لان فيه في ثغرات يدخل منها الشيطان نتعلم منكم يعني ايه يستطيع ان ايه يدبج الموضوع يقول لك هل رأيت كذا وكذا وكذا يجيب حقيقة نصف ناقصة لا حول أو, أو, أو شبه حقيقة ويكملها بحقيقة أخرى فتشتبه المسائل على القوم والمشكلة أن حمنا يعني أخت زينب بنت الله يرضى عنها فيها حالة نفسية فيها قصة في حالة نفسية شوية المهم فبهذه الأمور فطبعا بدأ الأمر ينتشر في المدينة وصل الأمر برجل كهلال بن أمية الصحابي الجليل كان معروف ابن سلول في هذا الوقت أنه رأس المنافقين كان سموه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما سموه لم يسميه بعد لما لكن لم يعرفه المسلمون لكن لم يعرفه مواقفه مصر. تدل على نفاقه لا حول ولا قوة حتى قال ابنه عبد الله كان رجلا صالحا أتأذن لي أن أقتله يا رسول الله قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وأشار للرسول عليه الصلاة والسلام تمام كده فابنه قال إن كنت آمرا بقتله فاجعلني أنا الذي أقتله فلا أود أن أرى قاتل أبي يسير أمامه يقتل أباه. يقتل أباه نصرة للدين. ها إلى هذه الدرجة أثر المصطفى في نفوس الناس. شوف أبو بكر لما ابنه دخل في الإسلام وكان ابنه يقاتل في صفوف المشركين في بدر. قال يا أبتي كنت أراك في بدر فأحيف عنك. حتى لا يقتل أباه. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله ماذا صنع الايمان في قلوب الصحابه اي قوه طبعا هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما نستثني من المجتمع اربعه يا اخي مش قضيه قليل صحيح اربعه سنرى مواقفهم فيما بعد موقف بعضهم فيما بعد الخبر وصل الى امنا عائشه وصل الى رسول لا 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 لم يصل وخبأت ام رومان وهذه الام الحصيفه مش امهات لا سكتت ام شوف مراتك بيتقال لا لا لا, لا, لا وما, ذهبت وما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا والسيده عائشه امنا عائشه تمكث عند ابيها شهرا كاملا والخبر يتداول ولكنها تقول كان الرسول ياتي فما كان يلاطفني كما كان من قبل دينا ليخرجن الاعز منها الاذل واشار للرسول صلى الله عليه وسلم تمام كده فابنه قال ان كنت امرا بقتله فاجعلني انا الذي اقتله فلا أود أن أرى قاتل أبي يسير أمامي. يقتل أباه. يقتل أباه نصرة للدين. ها إلى هذه الدرجة أثر المصطفى في نفوس الناس. شوف أبو بكر لما ابنه دخل في الإسلام وكان ابنه يقاتل في صفوف المشركين في بدر. قال يا أبتي كنت أراك في بدر فأحيف عنك. حتى لا يقتل أباه. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله.
الله. لماذا صنع الإيمان في قلوب الصحابة؟ أي قوة؟ طبعا هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نستثني من المجتمع أربعة يا أخي مش قضية. قليل صحيح. أربعة وصل. سنرى مواقفهم فيما بعد. موقف بعضهم فيما بعد. الخبر وصل إلى أمنا عائشة وصل للرسول. لا لم يصل. وخبأت أم رومان وهذه الأم الحصيفة. مش أمهات. لا سكتت. أم شوف مراتك بيتقال عليها. لا لا لا. وما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والسيدة عائشة أمنا عائشة تمكث عند أبيها شهرا كاملا. والخبر يتداول ولكنها تقول كان الرسول يأتي فما كان يلاطفني كما كان من قبل. من عائشة كان يودها ويزورها بالنص يجي بس يجي على الباب يقول كيف تيكم كيف حال ابنتكم مش كيفك يا عائشة كيف أنت يا عائشة لا كيف تيكم ابنتكم على إيه فتتحجب أم المؤمنين ومشغول لأن المرأة المحبة تسحب من رصيد زوجها عندها وهي ما كانت تعلم بحادثة الإفك بقى. لا 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 خالص ما وصل إليها هو عجيب المجتمع يأتي عند نقاط معينة ويسكت يعني لا يستطيع أحد أن يجرؤ ويأتي في بيت الصديق ويقول والله يعني إيه الموضوع ده والله موضوع زعلنا وأغضبنا خارج معقول يعني لم من كبار البلد مثلا أهل الحل والعقد لا 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 ونجلس في جلسة هكذا بنقطة صار الرسول طرفا وهذا معناه هذا الكل يسكت حتى تقطع السماء في الأمر الله طبعا موضوع هز بيت النبوة هزا لكن وصل الأمر إلى أسماع النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال ما بال أقوام يذكرون أهلي ما علمت عنهم إلا خيرا تخيل بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما علم. يعني مش مثلا أقتل يعني ده واحد لو ذكر موظف عمومي في هذا كل ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا هو كل ما قال ما علق المشانق ما وجيش الجيوش وقال من الذي يقول جاب أسامة بن زيد ما رأيك يا أسامة قال من زوجك إياها يا رسول الله قال الله قال أتظن أن الله يدلس عليك الله شوف الله حب ابن الحب حب طبعا حبيب أبوه زي أب لأنه كان متبني أبوه من قبل لا إله إلا الله يقول يا رسول مين اللي زوجك إياها يقول له الله يقول الله يدلس عليك يجيب الجارية ما تقول يا جارية قالت والله إنها صغيرة السن يا رسول حتى كانت تعجن العجين وتنام بجواره وتدخل الداجن فتأكله يعني الباب مفتوح تدخل الدواجن السائمة في الشارع وتدخل تأكل العجين منها فمعقود هذا الكلام سيدنا علي لأنه حريص جدا على غضب ابن عمه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى نفسيته عليه الصلاة والسلام فمن غضب من حزنه على المسألة لا يريد أن يبيت الرسول يوما قال يا رسول الله النساء غيرها كثيرات انت تبيه إذا شك في الأمر لا لا مش ارتاب لا مش ارتاب يعني انت لا تعطل وقتك بالحزن على امرأة لأنه يرى علي أن الموضوع أخطر من هذا الزوجية الرسول أخطر من هذا وأكبر من هذا فلا لا لا النساء غيرها كثيرات انت عطل نفسك ليه فلا يسأل الرسول أبا بكر ليجرحه أبدا ما أبدا ما فتحه ولكن أمها شوفها الأم الحصيفة لما علمت عائشة كيف علمت أمنا عائشة بالقصة إيه اللي عرفه من أم رومان خرجت كان فيه متبرز لهم خارج المدينة وكانوا يخرجون إلا ليلا وإحنا ربنا من علينا بالحمامات داخل البيوت وداخل الغرف والنساء غير راضيات والبنات غير راضيات والأولاد غير راضين والله هذه النعم إن لم نشكرها سوف تزول كان النساء قديما يقضين حاجتهن خارج بالليل بالليل شو تحبس نفسها طول اليوم وتخرج هناك في خارج البيوت وتقضي حاجتها فهي ماشية كانت مع أم مصطح تخدمها أم مصطح كانت خادمة في بيت أبي بكر فتعثرت أم مصطح في حجر تعثرت أم عائشة في حجر فكادت أن تقع فقالت أم مصطح تعس مصطح قالت عائشة أتقولين هذا على رجل شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يقول اعملوا آل بدر فقد غفر الله لكم اعملوا ما شئتم تتحدث عن مصطح بهذا الشكل ولا تدري ما قال فيه ألا تدرين ما قال مصطح وإخوانه قالت لا أم مصطح تقول مصطح أنت لا تدري مصطح ماذا قال ما هو في كل بيت لفرعون يوجد موسى صحيح يوجد خير ده صحيح لا تقول على ابنها أم المؤمنين أغلى عندها من زوج رسول الله إذا عندهم أولويات طبعا في المعاملات عمر لما وزع الأعطيات وأبو بكر من أعطى أكثر الأعطيات
امهات المؤمنين اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقيه الايه البدريين، وبعدين احد، وبعد اللي شهدوا الخندق، واللي شهدوا عندهم درجات درجات طبعا محدده. المهم ماذا قال مصطح؟ فقصت عليها القصه، قالت فرجعت ارتجف في ثوبي. هزتها المفاجاه، بدات تستعيد الاحداث. الرسول لا يزورها كثيرا، كيف تيكم لا يلاطفها، كيف سبحان الله العظيم. فرجعت قالت لابيها اتدري ما حدث؟ قال اصبر يا ابنتي. قصت عليه القصة، قصت على انه يعرف، انه يعرف. يا امي اتعلمين؟ قالت من اول يوم. وماذا تقولين؟ ولما لم يخبراها اولا انتظارا ببراءتها، او ان الرسول ياتي ليبرئها وانتهت القضيه وخلاص. لا حول، لان احنا مشكلتنا في الزمن ده ان احنا نجيب المشاكل ونطرحها. امر ملمى ذهبت للرسول وقالت انظر كيف يتحدثون عن زوجه. لا 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 لا. ابو بكر قال يا ما لك وقف هكذا، ليس لك موقف. قالت ام رومان يا بنيتي ما من امرأة وجيهة في قلب زوجها الا ولها حساد كثيرون. لا اله الا الله. انت ليك مقام، شوف الكلام الحلو، شوف الكلام الجميل. انت ليك مقام عند رسول الله، فلازم ليك حساد. الكلام حسد. ظل الوحي ممتنعا عن رسول الله شهرا كاملا. كيف كانت حالته النفسية؟ صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخافون من الحديث معه، وهو صاحب القلب الرقيق، كان يحن على الحيوان يحن. وبعدين يعني ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، ما له يأخذ بأيديهم إلى الهدى وهم يطعنونه في بيته. الظلم يا ابني شيء صعب، وبالذات ظلم السمعة. وعندما تفتري على خلق الله وتفتري. سيدنا عثمان الله يرضى عليه، انظر الى الصحابة كيف كانوا. قالوا له يا امير المؤمنين في جماعة قاعدين في ريبة كده، يا حبيبي بيعملوا معصية، يا بيشربوا خمر، يا في حاجة، في بيرتكبوا شيء. فاخذ عثمان اثنين من معه وذهبوا، وجدهم فروا، فاعتق عبدا عنده كان معه. قالوا ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال شكرا لله انه ما جعل فتح امر مسلم على يد عثمان. الله، فحمد ربنا انهم هربوا. لا اله الا الله، هربوا، لا يتعقبون العورات. لا 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 لا، شوف الذي يتعقب عورات الناس يتعقب الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. من تتبع عورات الناس، هذا حديث، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. إذا سيدي نحن الآن بعدنا كثيرا عن تعليم الدين. يا ابني احنا فين سورة النور؟ احنا لو فسرنا سورة النور هالنا ما فيها. سنأتي. الرسول محزون لما فيه، والصحابة يلتزمون الصمت بالتطهير سبحان الله لما لحالته النفسية. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 30 على أمنا عائشة بين أبويها. يا عائشة اصدقيني القول، يسألها أن يقطع الشك باليقين. قال إن قلت لكم حقيقة الأمر كذبتموني. الرسول يقول أمنا عائشة ترد عليه إن قلت لكم حقيقة الأمر تكذبوني. لم يحدث شيء سبحان الله. وهو الرسول يقول يتحدثون عن أهلي وعن رجل صالح ما رأيت منه إلا خيرا. أبو بكر اللي هو صفوان بن معطل، صفوان بن معطل هو الذي اختاره ليفتش أرض. لا طبعا مش هيختار أي واحد سبحان الله. ذاك واحد اسمه يعني فيه من الأمانة والشهامة. هلال بن أمية قاعد يتحدث مع زوجته. هلال ده له قصة هنحكي لها الحلقة القادمة، قصة رهيبة في الملاعنة، رهيبة رهيبة. لا إله إلا الله. استنى، أنا عايز أولادنا في الصيف يفتحوا هذا ويقرأوا، وبناتنا يقرأوا على الأقل. نعم، يشاهدوننا على الأقل. يعني أنا نقول علما قليلا، لكن المكتبات مليء بالخير والله. ابن سبحان الله. فهلال بن أمية قاعد مع زوجته، قال لها يا أم عبد الله أتسمعين ما سمعت؟ أنت سمعت الكلام اللي أنا سمعته؟ قالت، قال لها ماذا لو كنت مكان عائشة؟ أنت تعمل إيه يعني أقول عليك كده؟ قالت والله إن عائشة خير مني، وإن صفوان خير منك، ولا تقص القصة. شوف شوف يا الله، شوف الأدب، شوف الأدب، الله، شوف المرأة، جميل هذا التأدب. إن عائشة خير مني وصفوان خير منك، معروف ده رسول الله، ده أمين، ده ولا تقص القصة. هيك تقص القصة، هيك تتكلم، تربأ بنفسك. خلاص أنا مش عايز أسمع، لا أريد أسمع. فانظر إلى مجتمعات كيف تهدم وكيف تبنى. المهم إذا نتعلم ألا ندخل أنفسنا فيما لنا ولا ننقل مثلا تخيل قال على محمد خالد كذا. يا الله، طب وليه يا ابني تنقل الكلام؟ الله، وتخيل فيه جريدة تنقل عن الموضوع وتكتب. يا ابني وتشتريها ليه؟
طب الغرب عنده خيبة الصحف الصفراء. احنا مسلمين يا عرب عندنا قيم ومبادئ، والله ان العربي المسيحي والعربي اليهودي عنده قيم ومبادئ ليست موجودة عند الغربي ولا الغربيين. سيدي الموضوع هكذا كبير جدا، نحن لم نفهم ديننا بعد. احنا ديننا مفكرين احنا نصلي ونصوم ونتحجب، هذا يعني احنا كده خدنا من الدين جزء، قلت لك من قبل من 62 جزء. فتقول امنا عائشة لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته، ما قاله يعقوب لأبنائه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي قالت هذه الكلمة وإذا بالرسول يعرق ويطأطئ جبينه، ثم علموا أن جبريل قد نزل في وقتها، وقت أن قالت أمنا عائشة هذه الكلمة نزل وكأن جبريل. السماء تنتظر من هذه الكلمة. إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. لا تتهم الناس في سمعتهم ولا في ذمتهم ولا في أخلاقهم، وليصلح كل واحد منا نفسه حتى تنصلح لنا الدنيا. فقال يا عائشة أبشري قد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات. بعد شهر. بعد شهر. يا الله. ولذلك قال المالكية الإمام مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن تكلم في عائشة قتل. هذا حكمه؟ هذا حكم مالك. لماذا؟ سب أبا بكر وعمر أدب. يعني من سب أبا بكر وعمر كذا وكذا يجيبوا للإمام يعذره، لأنه يتكلم عن الصحابة، يعذره يضربه يحبسه يومين ثلاثة. لكن من خاض وتكلم عن عائشة قتل، لأن براءتها نزلت من فوق سبع سماوات، لأنه يخالف نص من كتاب الله. تخيل الحالة النفسية لأمنا عائشة آنذاك. طبعا المسألة في منتهى الخطورة. نزلت الآيات سوف نسردها إن شاء الله، كنا ما في وقت تقريبا. نعم. طيب لكن إن شاء الله الحلقة القادمة نستفيض في المسألة. فقالت أم رومان أول ما نزلت الآيات وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. نعم. قومي اشكري، والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني. لا إله إلا الله. سبحان لا الله. لا إله إلا الله. هذه عزة المؤمن. نعم. عزة صحيح. المظلوم عندما تظهر براءته. نعم. فأنزلت براءتها في سورة النور ليبين لنا الإسلام عظمة الوقاية خير من العلاج، وكيف تعالج المشكلات، وكيف تعيش المجتمعات، وهذه أدب سورة النور وبالذات في حادثة الإفك. طيب. يعني سؤالي عنه لنا نرجي الآيات للحلقة القادمة إن شاء الله حتى نستعرضها على أريحية من الوقت. لكن واضح أن هذه القصة هي أول قصة تحدث في مجتمع المسلم بهذه الكيفية. طبعا. ما حدث أن تنقلت الأخبار بهذا الشكل السافر أو المتدني أو الاتهام في عرض فلان أو فلانة، ما حدث هذا الكلام. موقف سيدنا موقف أمنا عائشة ألم يكن سلبيا؟ لا، هي ماذا تقول؟ تدافع عنها، ستقول لم أصنع هذا، أنت تشك فيه، أنا ما صنعت هذا. جميل جميل جميل. وعندما أنا تقول ابنة فلان ابنة فلان. وعندما تقول هذا مرت لا أدري. لا أنا صح. سبحان الله. فأنت عندما تتهم أترك السماء تدافع عنك. هذا ما نتعلمه. أبو بكر الصديق مثلا لم يذهب للرسول يقول له دافع عن ابنتي، هل تشك في تربيتي، ألا تعلم من أنا؟ قال لي علماء مثلاً. قال لي علمائي الكبار، عندما تتهم أو تشتم فاصمت وسوف ترى نصراء لك من الله عز وجل، وقد رأيتها في حياتي. سبحان الله العظيم. هكذا تعلم. طب أم رومان باعتبارها امرأة، يعني موقفها لم نره الآن في موقف كثير من النساء. لا، أم رومان كيف تصمت على إشاعة على حرية ضد ابنته؟ هذه حرية من حور الجنة، قال فيها رسولها كذا، من سره أن ينظر. حرية من حور الجنة تتكلم كما تكلم السفلة من القوم والسقى والدهماء. بقيات زوجات النبي عليه الصلاة بقيات زوجات النبي ولا واحدة نقلت كلمة فرصة واحدة. لا 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 لا. هذا بيت النبوة. لا لا. ما ثبت عن إحدهن أنها أن قالت أحدا إيه؟ تكلم إلا هؤلاء الأربعة فقط فقط فقط. أربعة في مجتمع، يعني زي ما يكون إيه عندك 100 جريدة في دولة، فيهم جريدة بذيئة أو صحيفة أو مجلة. لما نزلت آيات سورة النور كيف كان موقف حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش؟ أقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. حد ماذا؟ أهلا؟ حد الفدية والبهتان. القتل. القتل 80 جلدة. ده احنا لو 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 على حسان بن ثابت. على حسان. لو هو شاعره. أهلا؟ حبيبه. لا. يا أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية ماذا قال؟ تشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقاطع محمد يدها. أنت حافظه. كويس. بس. هيك. ها؟
انا ادعمك باسئله الساده المشاهدين. لا 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 يعني يعني اذا القضيه ان هذا المجتمع يعني يعني في اربعه من قام عليهم الحد. ولو اردنا ان نقيم حد القذف في العالم الاسلامي لتحولت الميادين كلها الى محدودين وحادين. صحيح احسن. وراى الحسن البصري احد الامراء يحد سارقا سرق 100 درهم قال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلن. سارق السر يا يحد سارق العلن. من يحد من؟ صح. من يحد من؟ أنا بس في خطأ في يد في خمسة في في, في, في يد في خمس عسجد في خمس مئين عسجد قطعت تركت ما بلوها قطعت في نصف ديناري. يعني يعني الـ لما قال العلماء لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة. لما أنا واحد كده في معركة أو في 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 خناقة بين بعض واحد قطع يد واحد يتعرف 500 جنيه ذهب في اليد تمام. وهو لو سرق نصف دينار بس لو سرق 10 جنيه أو 10 دولار يعني خلينا بعملة العالمية تقطع يده. جالك الله تقطع يده ده كانت الأول ب 500 دي أصبحت ب10. قال لما كانت ثمينة لما كانت أمينة كانت ثمينة. صحيح. فلما خانت هانت. يد في 500 عسجد المودية ما بلوها قطعة في نصف دينار. بالضبط كده. بس في قضية بس في التاريخ أنا قلت هلال بن أمية له قصة أخرى أيوب أبو أيوب الأنصار اللي غير زوجته لو كان أنت القصة أبو أيوب اللي كان الرسول عنده. بس أبو أيوب وليس هلال. ليس هلالا. هلال له قصة أخرى. دهامنا الوقت نطلب دعاء من فضلاتكم نختم. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. اللهم أمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. اللهم أمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في أرض الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. واطرد الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم ونلتقيكم في حلقة قادمة ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.